السلام عليكم خوتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم بعض الافكار مهمه في المطبخ، حيل مطبخيه اللي كتخليكم تستافدوا من الوقت ديالكم وما تقضيوش الجهد والوقت الكبير في المطبخ، يعني كتخليو ما تبقى للاغراض اللي تقضيوها في بيتكم او خارج البيت، يعني تقضيو وقت قليل في الكوزينه. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو وتستافدوا منه، وعلاش لا تفيدوا به بعض النساء اللي محتاجين يقضيوا وقت قليل في المطبخ. حنا كنعرفوا هاد المسائل. نتمنى انكم ديروا لايك واشتراك في القناه وكملوا الفيديو الى الاخير، وشكرا لكم كاملين.
Thank you.
istiyorum benim gibi olmayacak inanma benim gibi olmayacak ben buradan ayrılmam şaşmadan pusulam geceler farksızdı kancık bir pusudan sevdik de katlandı inan her bir şey buna hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura bırak tecelli Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım bir asi rüzgar olsaydım olsaydım şu dağlarda kar olsaydım olsaydım bir asi rüzgar olsaydım